اعرف منين اللي في جسمي ده ميه اصلا؟ ما هيبان بقى لما نبتدي ننزل. ممكن ان بودي، لو احنا عملنا ان بودي هيبان ان في جسمنا محوش ميه، بس الطريقه الاسهل ان انا هستنى على نفسي بس اسبوع كمان. اسبوع؟ اسبوع واحد بس. هشرب المشروبات الصحيه اللي هي الحاجات بقى، الجنزبيل واليانسون والحاجات الجميله، الحاجات الاعشاب الجميله دي بتنزل الميه كتير جدا. كمان هبتدي بقى اقلل الكربوهيدرات اللي انا باخدها، بلاش سكريات، بلاش الحلويات اللي احنا بقى اتفقنا فيها في العيد دي. وخلينا في الحاجات الفاكهه اللي هناخد التحليه بتاعتنا، فاكهه، سلطه فاكهه كده، ونحط عليها زبادي، ونحط عليها معلقه عسل، دي شوت جدا طعمه قوي. الشيفتنج مره واحده او التحويل مره واحده صعب قوي، يعني من كده لكده ناخدها تدريج يعني. ما صدقني التحويل التاني صعب قوي برضه. لا لا لا، يعني الشفت التاني برضه صعب قوي. انت لو سبت نفسك لطريقه اكل العيد او لطريقه اكل المناسبات انت مش هتقدر تكمل. يعني لان جسمنا غصب عننا، احنا السكر ده لما المخ بيعمل له حاله من اللي هو السعاده، واحنا طبيعه اكلنا كمصريين عندنا فرح فناكل، عندنا حزن فناكل، عندنا الاكل مرتبط بكل حاجه، لحمه، عندنا عيد صغير فكحك، فاحنا عندنا للاسف السعاده شويه، مفترض السعاده عندنا في مصر يعني مرتبط بالاكل شويتين ثلاثه او كل المناسبات. دليل ان احنا كمان من شعب يعني بيحب الحاجات الحلوه والطعم ده، حتى الشاي بنحط 6 معالق سكر. ماشي، بس احنا ممكن نعمل الحاجات دي بطريقه تخلينا نحب نفسنا الاول. انا حابه نفسي وحابه اكون طبيعه اكلي صحيه، حابه ان انا صحتي تبقى كويسه، انا حابه ابقى افضل زي ما انا اموره كده يعني سمباتيك، فلازم اخد بالي من نفسي، اخد بالي انا هنبسط بالاكل اللي انا هعمله، بس هعمله بطريقه صحيه. انا قاعده 12 ساعه هنا مثلا في الاستوديو، عندي تصوير طول اليوم، فاعمل حسابي يكون معايا لانش بوكس بتاعتي فيها السناكس الصحيه اللي تمنعني ان انا اكل تشيبس او اكل الحاجات اللي هي التيك اواي، او اطلب اكل من بره، لان المطاعم بتعتمد في الاكل بتاعها على الدهون. الدهون بتدي بلاتابل او بتدي طعم حلو للاكل. فهم عشان يبيعوا اكتر، عشان يكسبوا اكتر، فبيزودوا دهون اكتر، نبقى مدمنين يعني. والسكريات كمان بالظبط، الجانك فود او وكمان السكريات ادمان، لان انا طول ما انا بزود سكر طول ما انا بحسه مخي بينبص، فعايزه اخد تاني، غير ان انا بزود على نفسي مقاومه الانسولين، فبدخل بقى في فيجوس سيركل. طب دكتور، هل في دهون مفيده صحيا؟ يعني طبعا احنا عارفين ان الدهون حتى في اللحوم او قطع اللحم او غيره بتبقى يعني ضاره، المفروض على الاقل ان انا اجنبها. هل في نسبة معينة ممكن أتناولها من الدهون ما تأثرش على وزني بعد كده؟ وهل في دهون مفيدة؟ طبعا. أنا ما ينفعش أقطع الدهون تماما عن الأكل. ليه؟ لأن أنا عندي ما ينفعش. بس هقول لك دهون الصحية إيه. ما ينفعش أقطع دهون تماما عن الأكل. ليه؟ لأن أنا أولا أنا عندي فيتامينات ومعادن، والجسم بيحتاج الحاجات دي، فيتامين A، فيتامين D، فيتامين K، فيتامين E بتاع الأنتي أوكسيدنت والبشرة، فيتامين D بتاع اللي هو العظم والكالسيوم والحاجات دي، برضو بيعمل مود وحش لو فيتامين D قل. طب كل الحاجات دي، كل الفيتامينات دي محتاجة دهون صحية عشان يتم امتصاصها. كمان المخ بيعتمد في الفانكشنز بتاعته على الدهون الصحية. كمان عندي الهرمونات بتاعة الجسم، كل الحاجات دي محتاجة دهون، فأنا ما ينفعش أقطع دهون. ده أول بوينت. البوينت الثانية إن أنا، طب إيه هي الدهون اللي أنا مسموح إن أنا أخدها؟ الدهون الصحية اللي هي موجودة في المكسرات، موجودة في زيت الزيتون، موجودة مثلا ممكن الزيت حار من الحاجات اللي ممكن أقدر أستخدمها، الشعب المصري بيحبه جدا، بس الزيت حار الأصلي مش المغشوش. تمام؟ السمك، السمك فيه، السمك المكاريل والأسماك فيها أوميجا 3 وأوميجا 6، الحاجات دي مفيدة جدا. كل الدهون الصحية دي بالعكس ده هي بتحميني من أمراض القلب والشرايين. تخيلوا إن إحنا لما نزود الاكلات دي هتزود لي الاتش دي ال اللي هو الدهون الصحيه الكويسه، وبالتالي هتعمل ان هي تقلل لي ال دي ال والترايجلسرايدز اللي هي الدهون اللي بتسبب لي بقى الامراض والمشاكل التانية.